صلى الله عليه وسلم بعث في وقت نظر فيه الباري سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح إلى العرب والعجم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان الشرك منتشر في كل مكان، فالفرس يعبدون النار، يعبدون البشر، والروم يعبدون التماثيل والصور والصلبان، والعرب يعبدون الأحجار والأوثان وغيرها. بعث عليه السلام وحيدا وبدأ الدعوة. بدأ الدعوة مع من؟ مع أناس كفار لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل يعرفونه معرفة ربوبية ولا يعرفونه معرفة ألوهية. فبدأ يستجيب هؤلاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. بدأ المصطفى عليه السلام في وقت الدعوة السرية يربيهم ويعطيهم دروس تربوية إيمانية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. بعد أن أعلنت الدعوة بدأت المصائب تنصب على المصطفى عليه السلام وعلى الصحابة الذين من بعده، والحديث عن هذه المصائب ربما يأخذ الوقت لو تحدثنا عنه، لكن خذ مثال مثلا في الشعب عندما حوصر المصطفى عليه السلام ومعه الصحابة 3 سنوات. سعد بن أبي وقاص يقول: ذهبت لأبول فسمعت قعقعة تحت بولي أو تحت ما أبول فيه، فإذا بها قطعة جلد بعير يابسة، ففرحت بها، أخذتها وغسلتها وطبختها وأكلتها من شدة ما يقاسيه هؤلاء. مصعب بن عمير كان يعيش رفاهية يعني خيالية، ومع ذلك انتقل ليحرم من كل شيء بسبب إيمانه. ثم بعد ذلك قررت قريش ذلك القرار الشنيع الرهيب، ألا وهو الإبادة الكلية لأهل الإسلام. فالمصطفى عليه السلام حتى يقطع عليهم حبل الرجعة أمر مجموعة من صحابته الكرام أن يذهبوا إلى الحبشة حتى يكون أو تكون الإبادة الكلية مستحيلة على كفار قريش. ثم بعد ذلك جاءت هجرة المدينة وتكونت الدولة، وبدأ عليه السلام يبني الدولة في مواجهة مجموعة كبيرة من الإشكاليات، على رأسها كفار قريش ومن حول قريش، وعلى رأسها المنافقين، وعلى رأسها اليهود. وبدأت الدولة تنمو شيئا فشيئا إلى أن يعني توحدت الجزيرة تحت المصطفى، تحت قيادة المصطفى عليه السلام. بعد أن انتقل المصطفى عليه السلام إلى الرفيق الأعلى، وإذا بصحابته الكرام الذين هم نتاج تربية دار الأرقم ابن أبي الأرقم، الذين هم نتاج تربية المصطفى عليه السلام، بعد ذلك بدأ هؤلاء جميعا ينفذون وصية وصايا المصطفى عليه السلام في نشر الخير في كل مكان، وبدأوا ينتشرون ليجاهدوا وليرفعوا راية الإسلام، فأسقطوا دولة المجوس وأسقطوا دولة الصليب وانتشروا في كل مكان، حتى وصل الأمر بهؤلاء الأصحاب كما ذكر ذلك محمود شيث خطاب إلى أنهم قدموا ما يقرب من 82% منهم، أي من الصحابة، شهداء في سبيل الله. يتخيل 82% من هؤلاء الأصحاب. يقول محمود شيخ: تتبعتهم وتعبت في تتبعي وفياتهم، فتبين لي هذا، قدموا أرواحهم لماذا؟ لتكون راية الله سبحانه وتعالى هي العليا. طبعا هؤلاء الأصحاب الذين قدموا أرواحهم بهذه الكيفية لهم في قلوبنا مكانة، لهم في قلوبنا منزلة، لهم في قلوبنا محبة، لهم في قلوبنا تقدير. ولا بد أن نعي ولا بد أن نعرف معرفة قطعية ثبوتية أن هؤلاء الأصحاب ليسوا بأهل عصمة. الذي يتميز بالعصمة هم الأنبياء، وقد مضوا وقد إذن هؤلاء الصحابة بشر كبقية البشر، لكن ميزة التربية النبوية جعلت من هؤلاء الأصحاب يعني من أقل الناس خللا أو خطأ أو ذنوبا أو معاصي. ثم طبعا لو حصل من هؤلاء فإما أن تكون يعني زلة شيطانية أو اجتهاد يثابون عليه حتى ولو أخطأوا فيه. فهنا لا بد أن نعرف لهؤلاء الأصحاب مكانتهم، ولا بد أن نعرف لهؤلاء الأصحاب منزلتهم، وبالتالي لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي أناس أو يأتي أشخاص عندهم يعني دوافع معينة تجاه نقد هؤلاء الذين قدموا ما قدموا، ويرى وهو جالس على كرسيه في مكتبته في كذا في مكان مرتاح فيه، ويرى أن هؤلاء الأصحاب يعني أناس يعني
مجال النقد بالنسبة لهم له واسع، وبالتالي يبدأ ينقد هذا ويذم هذا ويسب هذا ويشتم هذا، فتكون النتيجة أن ابن الصغير أو بنت الصغيرة عندما تعلم أو ترى أن هذا الصحابي فعل كذا وتلكم الصحابية فعلت كذا، إذن أنا لن أستطيع أن أبني قدوة بأي حال من الأحوال بالنسبة لهؤلاء الصغار، لأنه سيحتج علي ويقول عمر فعل كذا ورملة فعلت كذا وعائشة فعلت كذا، وبالتالي لماذا تشرح لي عن أناس يعني لا يعدون قدوات، اتركني لأخذ قدوة من اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني أو غير ذلك من المسائل. هذه المقدمة الأولى تجاه هذه القضية، وأنا على أساس أني سأكسب الوقت سأجعل باقي الوقت بقي 8 دقائق سأجعل باقي الوقت أو جزء من باقي الوقت في مسألة الإجابة عن التساؤلات التي ذكرها حسن قبل قليل. أولا لابد أن نعي ونعرف أن القرآن الكريم لا يكفي، لا يكفي ليكون هو المرجع الوحيد للأمة، لأنك لو أخذت بالقرآن الكريم كما تدعي قبل قليل فإنك في هذه الحالة ستنتقل من الطائفة طائفة أهل السنة إلى الطائفة عرفت وعلمت وأنشئت وذكرت في الهند، وهي الطائفة القرآنية وطائفة القرآنيون الذين أنشأهم الاستعمار الإنجليزي، وهو الاعتماد على القرآن الكريم فقط لا غير بدون أن نرجع إلى السنة. فالسنة والقرآن قرنان لا ينفك بعضهما عن بعض، بل والقرآن الكريم الذي هو يعني دستور الأمة الأول أمرنا أمرا بأن نأخذ بالسنة، وما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن فلا بد أن نأخذ بما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن قضية أن كلمة الصحبة غير موجودة في القرآن وأنها موجودة بمسميات لا تدل على المعنى المراد، وأن المراد هو مسألة الاتباع أو الأتباع، ف كل هالإصطلاحات هذه طبعا ذكرها السلف فيما مضى، لكن جعلوا قضية أو مسألة الصحبة هي القضية الشمولية التي يدخل فيها الأتباع، لأن التابع هنا يعني معنى أدق من أو معنى الصحبة أشمل من معنى التابع، فممكن أن يكون لك صاحب لكن لا يلزم أن يكون متابع لك، هو صاحب لك لكن له رأيه له منهجه له قراراته وهو صاحب وهو صديق لك، لا ليس بتابع. التابع هنا هو المقلد، والمقلد هنا قد يكون ليس له قراره ليس له، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في أحاديث كثيرة ربما أقول بالعشرات مسألة أو قضية الصحبة، وعندما قال عليه السلام كما في الحديث الصحيح قال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، بصرف النظر عن قضية مشكلة خالد ومشكلة عبد الرحمن بن عوف، هو العبرة دائما في مثل هذه المسائل هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا واحد، العبرة بعموم اللفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تسبوا أصحابي لم يقصد خالد فقط، ثم عندما مات المصطفى عليه السلام مات خالد انتهى النص، نمحو النص من الصحاح ومن كتب السنن، لا هو مرتبط أي هذا النص بي أنا وبك أنت وبالأخ خالد بالجميع، لا تسبوا أصحابي مرتبط بالقرن الأول والقرن الثاني والقرن العشرين والثلاثين إذا مد الله في الأعمار. إذن القضية كقاعدة ذكرت يسير عليها السلف بشكل دائم ومستمر. النقطة الثانية في هذا المجال، لو أننا جئنا إلى مسألة أن لا نأخذ بقضية الصحبة من السنة ونتبع القرآن في هذا، سنخرج بإشكالية يعني ضخمة جدا ربما لا يتصورها إنسان. طيب الصلاة، الصلاة وردت في القرآن الكريم فنحن نأخذ بالصلاة كما ورد في كتاب الله تعالى، لكننا لا نستطيع أن نصلي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نؤدي الصلاة كما ينبغي، يعني هل سنؤدي الظهر 4 ركعات وفي كل ركعة سجودين وركوع ونقول في كل ركوع وفي كل سجود، ماذا سنقول في هذا؟ القرآن أمرنا أن نصلي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كيف نصلي، كيف نصلي. فلو يعني حجبنا مسألة القرآن عن السنة سندخل في متاهة ربما لا حصر لها في هذا المقام. النقطة الأخيرة قبل بقي دقيقة، النقطة قبل الأخيرة في هذا الأمر أو في هذه المسألة، أن
السلف عندما اصطلحوا على اصطلاحات باقي أربع دقائق نعم أي أربع نعم. السلف عندما اصطلحوا على مجموعة من المصطلحات هم طبعا اصطلحوا عليها لما لتوضيح الحقيقة لمن سيأتي من بعدهم. عندما ذكرت قضية الإيمان وقضية العقيدة ولها مكان أو مجال لكنك فتحت بابها قبل أن نصل إليها في حلقة أخرى، أقول عندما نأتي إلى قضية العقيدة، العقيدة أو قضية التفسير، طبعا هذه من المسائل التي يحاول السلف تقريبها لعامة الناس. القرآن الكريم ليس كل إنسان يستطيع أن يستوعب ما فيه ويعرف ما فيه كما أنزل، هناك العامي، هناك نصف المتعلم، هناك المثقف، هناك العالم، هناك المتبحر، فلا يمكن أن تقارن عامي بمتبحر في قضية الفقه، لكنني أنا آتي لهذا العامي وأقرب له المعنى، أقرب له المعنى باصطلاح، ولا مشاحة بالاصطلاحات، لا مشاحة بأي حال من الأحوال. فكما أنك أن تصطلح في حياتك اصطلاحات معينة في بيتك، كذلك السلف جاءوا بهذه المصطلحات لتقريب المعنى لعامة الناس ولعموم الناس. فنحن نرجع مرة ثانية ونقول أن الصحبة جاء في القرآن، جاءت في السنة النبوية مؤكدة لأن هؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب